رايحين قاعدة الكلمة بسيد عبد المنعم الصاوي اللي شهدت الحقيقة حضور مميز لباقة متميزة من نجوم الفن والسياسة والثقافة في أمسية الشاعر الطبيب أحمد تيمور. وطبعا عائلة تيمور هي عائلة أدبية متأصلة. هنروح نشوف أحداثها إيش اللي حصل فيها، وطبعا دائما صباح مساء مكان للإبداع والمبدعين. شوف قصائد وطنية تأملية ورومانسية كتبها الشاعر أحمد تيمور، ألقى بنفسه عددا منها، فيما أبدعت كوكبة من الفنانين بإلقاء عدد آخر من مؤلفاته الشعرية بحضور عدد غفير من الجمهور والمتابعين، وذلك خلال أمسية استضافتها ساقية الصاوي. هذه الأمسية واحدة من أمسياتي على مدار العام، بقدم فيها أحدث ما كتبت من أشعار، و يعني يشاركني في أداء أشعاري نخبة من كبار الفنانين، وأنا بشارك في أداء شعره من منطلق الصداقة، من منطلق أن أنا بحب الشعر بشكل عام، من منطلق أن أنا بحب شعره بشكل خاص، وبتبقى فرصة أن احنا برضو نلتقي بمتذوق الشعر. أنا النهاردة بشرف أن أنا بألقي شعر الدكتور أحمد تيمور، والحقيقة دي عادة متعودة عليها معاه كل سنة، لأنه شعره خاص كده، في خصوصية في شعره الحقيقة، وبيلخص النفس البشرية عايزة تقوله برقي شديد، بتهدف إلى يعني الغوص في النفس البشرية وتطلع ما فيها من معاني سامية وتنشرها على الناس. شارك أحمد تيمور بالعديد من الأمسيات والندوات، وأقيمت له الكثير من الأمسيات الشعرية بمختلف الأماكن الثقافية في مصر والعالم، وصدر له العديد من الدواوين الشعرية، منها ثنائية الطفو والغرق والعصافير في زيها القاهري، وأيضا قليل من الحب لا يصلح. الأمسية الشعرية هي إثراء للحالة الإبداعية في المجتمع، وملتقى للتعارف بين مختلف الأدباء وانخراطهم مع الواقع المصري الجديد. نهى راضي، الغد العربي، القاهرة. يعني شوفي سينار، موضوع زي هذا هيطرح أو ينقل على الفيسبوك أنه كانت أمسية مقامة في ساقية الصاوي وتناولها الشاعر وقال فيها كذا وكذا، مجرد حضورهم إيش عمل؟ خلى روحهم تتناغم مع الكلام، في تواصل، في تواصل، في اخذ وعطاء. طبعا عايزه اقول لك ان ده يعني كل اللي احنا اتكلمنا فيه لا ينفي انه في جانب ايجابي من الموضوع، طبعا انه يتم من خلاله سهله الدعايه حتى والاعلان لحاجه زي كده، وفتحت لناس كثير مصادر رزق بصراحه، يعني مصادر رزق. الاعلان عن مبادرات ممتازه بالضبط، يمكن استضافنا اكثر من حد، بيبقى مجموعه من المواقع اللي زي ثقف نفسك ومش عارف ايه، بتضيف لذاكرتنا كل يوم معلومه، مواضيع ايضا لتصحيح الاحاديث، الاحاديث اللي كان مشكوك في امرها غير صحيحه وصحيحه لا اصبح فيه. لكن احنا كنا بنتكلم على جزئية أنه مش محتاجين ياخذ عمرنا، يسرق وقتنا، نجعل إضافة مش تقصير. هذا ما عندي فصل. يعني ناخذ فصل وما عنديش أكاونت الحمد لله.